قبل الأسر بعشر أيام تقريبا. الأخطاء بلشت يعني تكون راح تنهي الموضوع، أخطاء قاتلة يعني، أخطاء بأنه راح تنهي المسألة بطريقة ما نرتضيها. لكن نرجع على سؤالنا، على موضوع البيت البديل. البديل وهذا كان بالفترة الأخيرة بآخر شهر قبل أسره، هو عامل مكان هو وقيس وأخوان قيس، مكان بديل بدون علمنا، يعني احنا ما عندنا علم بهذا المكان كمرافقين، ومجهزين هذا المكان بالكامل إلا نواقص قليلة به. ولكن أنا قبل أن يشترون المكان أكون انهيارات صارت عند قسم من المرافقين، انهيارات معنوية، فأنا كنت حريص على الرئيس، ألاحظ الأشخاص اللي يعملون مع الرئيس، ألاحظ وضعيتهم المعنوية شلونها، تصرفاتهم، أغلاطهم، أمور صارت ما عجبتني من قسم من المرافقين الموجودين. شنو من هاي الأخطاء أو الأغلاط؟ الأخطاء مثل يعني بمعنى ما يحمي نفسه، لا أبالي، يمشي بالشارع كأنه الناس كلها يعني يتعرف هذا الشخص طالع بالتلفزيون، يعني هو الأمريكان يدوروا له هذا الشخص يشتروه بفلوس، دافعين عليه مثلا جواسيس الدنيا كلها يدورون عليه. فأنت بتجي المكان وعلني، يعني أنا كنت من أروح للرئيس وأرجع أستخدم بكم سيارة، بكم 90 و88، أستخدمها ليش؟ لها يا أخي ما أروح بمرسيدس على الرئيس أو أروح بسيارة مكشوفة، أحاول بأنه السيارة أختارها من ضمن السيارات بالمنطقة، المزارع شنو السيارات اللي تحتويها؟ هي البكم، فأختار بكم. شيكو بالمزارع أكو ناس عندها غنم، عندها أبقار، فلازم أتعامل بطريقة، لأنه أنا من أجي وأطلع لازم المجاورين ما يعرفون هذا الشخص منه، تكون جزء من البيئة، جزء من البيئة تا ما يقولون أكو شخصين. وبعدين يعني المزرعة مال قيس أصلا مشبوهة بأنه قد يكون النائب عزت بيها، لأنه أكو علاقة قوية بأنه المسؤولين، أكو علاقة بين عزة المسؤولين وبيت قيس النابغ، فخاصة بالدور ينتبهون على كل شيء، على أي شيء ينتبهون. فقلت لك أنا استخدم السيارات بما فيها كية، فمرات أخلي بقرة من أصل، أقول له قيس نزل البقرة حط أي شيء، إلى أنا أكمل مع الرئيس، أكمل الاجتماع ويا الرئيس، من أطلع أقى قيس منزل البقرة على أساس صار بيع شيرة بالمزرعة، حتى من نطلع من المزرعة الناس يعرفون بأنه صارت عملية بيع شيرة حلال، أو جبت مثلا تانكي غاز أو تانكي نفط وصلت ورجعت، فالطريقة كانت حيل ناجحة، هاي ما صار شك بيها. فمشيفت هاي الأخطاء موجودة العلنية اللي الشخص مستوى ضابط كبير وفي أهم مرحلة حرجة، هاي المرحلة لازم ينتبه على نفسه، ومطلوب للأمريكان يصير عنده أخطاء، وأخطاء قاتلة قد تكون. فمرة من المرات رحت على السيد الرئيس قلت له سيدي أكو أخطاء، وهاي الأخطاء كارثية، هاي أول مرة كانت قبل عملية الأسر بشهرين. قال لي شلون؟ فشرحت له الحالة مثل ما هي، يعني بأنه فلان شخص دا يتصرف غلط، فلان شخص دا يتصرف غلط، فصفان قال قد يكون يعرفون إيش دا يشتغلون. قلت له أنا العليا يعني أنطيك، لأن أنا حقك كنت حريص عليه، لأنه لو نتركهم بحال سبيله لو نكون حريصين عليه. فالمرة الثانية اللي هي قبل الأسر بعشر أيام تقريبا، الأخطاء بلشت يعني تكون راح تنهي الموضوع. أنا أشوف حتى صاروا يشربون أخطاء قاتلة، يعني أخطاء بأنه راح تنهي المسألة بطريقة ما نرتضيها، يعني لا لنفسنا ولا للرئيس الله يرحمه. فتحمست حيل، صار عندي زعل، فقلت راح أروح لازم أنطي الموضوع بأنه 1 2 3، هاي الأخطاء
بكيف يريد يتقبلها او ما يريد يتقبلها. انا واجبي الاخلاقي بانه ابلغه اكو خطر راح يصير. فرحت على الرئيس الله يرحمه قلت له سيدي انا اكو موضوع ما اقدر اسكت عليه. قال لي شنو سلوان؟ قلت له الموضوع جدا صار خطر، يعني قد يكون الامريكان يصلوك بين ساعه او ساعتين او اسبوع، يعني اكو انهيارات صارت عندنا والامور صار لا ابالي. قبل انا اروح عليه قلت له سيدي اقترح، عندي مقترح. قال وهو قلت له ليش ما نطلع عوائلنا، احنا مكسوره ظهرنا على عوائلنا، عوائلنا حايرين بيهم، كل شخص من عنده عنده عائله خاصه، انا عندي 21 نفر، الاخر عنده 7 8. قلت له ليش ما نطلع عوائلنا الى اي بلد عربي ونبقى احنا وياك نموت سوا ونطيب سوا. قال يابا انا اللي تريدوه انتم سووه يعني بدون ان ترجعوا لي. فروحت بلغت الوياية بانه هذا الموضوع خلي نطلع عوائلنا. ليش احنا حايرين بشغلنا ويا الرئيس وحايرين بعوائلنا؟ والمداهمات قوية علينا وعلى الرئيس لانه احنا انطلبنا بعد انتهى الموضوع. فمن نقلت هذا الموضوع للوياية رفضوا هذا الشيء. قالوا ايش قاعد تسوي انت؟ قلت لهم مو حتى نتجه اتجاه واحد، ما نبقى مشتتين بين عوائلنا وبين اعتقلوا ابني، اعتقلوا يصل الامر ان يعتقلوا النسوان، احنا ليش نخلي نفسنا بهذا المأزق؟ احنا ليش ما نحمي نفسنا نطلع عوائلنا وبعدين نقدر نحمي الرئيس؟ المهم ما طاعوني. فقلت لك المره الاخيره رحت علي على المزرعه فقلت له سيد الموضوع صار لا يطاق، يعني خطر جدا. شنو كان رده؟ رده قال يابا قيس، قيس طبعا كان واقف بعيد يم الباب باب المزرعه، فصاح له قال له يابا قيس تاخذ سلوان على مكاننا الجديد اللي مسوي اللي احنا ما نعلن به مرافق كمرافقين. قال له نعم سيدي. قال له تاخذه على مكانه الجديد، سلوان يفكر نفس تفكيرنا ولازم يصير واحد من عندنا من ضمن الكادر الجديد. شنو الموضوع؟ شنو المكان الجديد؟ المهم قال له صار سيدي ركبنا السيارة. قلت شنو الموضوع؟ قال سوينا مكان جديد واخذنا قاع. وين؟ في جلام الدور. هم بالدور؟ لا جلام الدور. جلام الدور منطقة صحراوية تكون يعني بين الدور بين جبل حمرين، يعني منطقة تبعد عن مدينة الدور حوالي 15-20 كيلو. وبعدين من تنزل من الشارع العام التبليط تمشي حوالي ساعة نص ساعة يعني بهالحدود هذا يلا تصل المزرعة، والمزرعة ما يحيط بها هي مزرعة وبيها بيت، هي مزرعة صحراوية أرض صحراء بيها غرف عادية. اثنين هم مجهزيها ببحيرات أسماك، مجهزيها بمرشات زراعية يزرعون الحنطة والشعير ويعني كل شيء مجهزين كنظام فلاح فلح. الجوارين ماكو جوارين، بعيدين الجوارين. فباوعت على المكان. إذن معناها الاختيار كان موفق، كان هو يريد يغير وهاي يعني كانت خطوة إيجابية ولكن ما رحمت ملحق. فمن دخلني داخل الجروب الجديد اللي هو يصير أنا وياه وربع قيس خلاص يتخلى عن البقية. وشفت المكان ورجعت عليه قلت له سيدي جيد جدا بس قال بي نواقص نكمله هالأسبوع ونتحول عليه. لهنا هاي القصة اللي يعني أنا نبهته مرتين على موضوع أن يكون حذر لأنه صار انهيار معنوي عند مرافقي.